ربي يبارك فيك. يا ربي يوفقك البركه عليكم ان شاء الله. ما عندوش الكاس مش تجيو فايتين على واحد تقول له ما عطاتوناش البلديه ما درنالوش الاحصاء ما والو. انت وحدك؟ انا عندي ديريني كل عايش كي نروح انا اليوم شرفنا على عدة عمليات تنموية عبر بلديات عين نويسي والحسيان وضرب سيرات. راح تكون عندنا 6 دواوير اللي راح يتمولوا بالغاز تقريبا أكثر من 49 كيلومتر اللي راح يستفادوا فيها. أعطينا تعليمات اليوم وإشراف على الانطلاق باه يكون الغاز عند المواطنين قبل الشتاء إن شاء الله. راح نتابعوا العمليه وراح ندير لجنه تتابع كل يوم الاشغال باه تكون نكونوا في الموعد، واضافه الى العمليات التنمويه كبيره استفادت منها الولايه اللي وزعناها على كل البلديات اللي تفوق تقريبا 450 مليار في شتى الميادين، منها التزويد بالمياه، منها الطرقات، المياه القذرة، إلى إضافة إلى الغاز والكهرباء. هذه مشاريع استفاد منها المواطن في سنة 23.